كانت استعداد بشكل كبير فريق الاتحاد البيضاوي، تو فرصه لماذا فريق الاتحاد البيضاوي يعني تسديده في مناسبتين وتدخل الدفاع. الحكم كان ضربه جزاء، الحكم يعلن عن ضربه جزاء. كامبوس ينتظر الصافرة، جوزيف يستعد للتنفيذ، كرة الكرة في شباك، هدف أول لفائدة فريق الفتح الرباطي، 1-0. هدف كيجي من نقطة الجزاء لفائدة فريق الفتح الرباطي في حدود الدقيقة 55. إذن الفتح الرباطي، وهذا هو اللي ذكرت بأنه الكرة الثابتة هي اللي بإمكانها ينتحل لغز هذه المباراة، وهذا هو اللي تأتى لشادي عمل حمزة. التمريرات قصيرة من لاعبي فريق الهضرة الزمامرة لأنه هناك جدار قوي، جدار دفاعي بالنسبة لفريق الفتح الرباطي. فرصة هدف التعادل لفائدة فريق الهضرة الزمامرة، لأنه كانت تمريرة من إبراهيم البحري أعتقد بأنه لبست أحد اللاعبين وعنقت الشباك الحارس مهدي بن عبيد، وبالتالي هدف التعادل لفائدة فريق الهضرة الزمامرة. وفرحة كبيرة للاعبي فريق الهضرة الزمامرة بهذا الهدف، هدف التعادل.